ثم لعبد اللطيف الغنام. محمد نامي اماميه ملعوبه في المكان ممتازه بالكعب ملعوبه وتلحق بالجول. الله الله بطولات الزعيم يظهر القحطاني ويسجل. لك حق تفرح، نعم لك حق تفرح يا سيد النجوم يا معشوق الملايين. الكاسر الكاسر يكسر مجاديف حارس المرمى عبد العزيز المرزوقي. عبد العزيز ابعد كره قويه ثم عاد ولي وياسر بالجول. ياسر بالجول، ياسر بالجول، كسر مجاديف عبد العزيز المرزوقي. صمد كثيرا، صمد كثيرا عبد العزيز، لكن بالنهايه بالنهايه ابتسم القدر، ابتسم القدر. ويا لا القحطاني مع عبد العزيز وضربه الجزاء لياسر. يحط كره بالجول، بالجول، بالجول. ثاني ثاني للهلال، وبالتالي الهلال يظهر، يظهر في الدقائق العشر الأخيرة من المباراة ويسجل هدفين. الهلال يحضر عن طريق الكاسر الذي كسر مجاديف المرزوقي في هدفين، كسر مجاديف المرزوقي بهدفين وسجل. ولعب كرة لولي، يمر لياسر الثالث، الثالث بالجول، 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 بالجول. الله الله، هذا محال، هذا خيال، هذا خيال. كل شيء جاهز مع الهلال ومع ياسر. ياسر يسجل الثالث. يا الله يا الله يا ياسر، أترك أترك، ما شاء الله تبارك الله. النجم الكبير يعود، والكبير لابد أن يعود. نعم يعود، يعود القحطاني ويسجل، ويسجل هدف ثالث. أترك، إنها مباراة القحطاني، إنها مباراة ياسر، نعم إنها مباراة ياسر. يسجل الثالث وبطريقة جميلة.